إذن مشاهدينا نبدأ الحلقة بآخر الأخبار المتداولة وفي أول أخبارنا اليوم وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. تقام اليوم المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 21-22 بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وقد أناب الملك سلمان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية. طبعا هذه اللفتة الكريمة والحضور المشرف لولي العهد يعد تجسيدا واضحا وجليا على اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين على حد سواء وحرصهم المستمر على دعمهم وتمكينهم في مختلف مجالات الرياضة وألعابها. صحيح يا رؤى، وعلشان كذا نقول لكل جمهور روتانا خليجية لا تروحون بعيد اليوم في تغطية خاصة للمباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين المقامة بين فريق الهلال والفيحة، راح تبدأ الساعة 8 وراح يقدمها زميلنا عبد الله العضيبي تغطية مميزة بمشاركة المعلق الصوتي فادي العتيبي وضيوفهم في الاستوديو التحليلي. وراح ننقل لكم روتانا خليجية هذه المباراة.